السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب القلب؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم بلعبة. تمام، اليوم راح نحكي عن حدث المغامرة والشجاعة. هون عندك هاي الأسئلة، هاي بهاي الأسئلة أنت بدك تصنع مغامرتك بإيدك. في جدول، بس أنا ما ضل لي ثقة بالجداول من بعد حدث الخبازين الماهرين. من بعد ذاك الحدث ما ضل ثقة بالجداول. أنا راح أصنع قصتي بإيدي. شو اللي إجا بهذا الحدث؟ مثل ما تشوفوا متجر رحلات، عندك هذا الصندوق البرتقالي، فيك نقي القاعدة اللي بدك إياها. طبعا لازم تجمع 999، بس مستحيل تجمع هالكمية من ختم السفر، مستحيل تجمعها. ما بعرف، اظنك محظوظ، يمكن اذا في حدا داعي لك ومحظوظ يمكن تجمعها يعني بدون شحن، بس تحتاج شحن. والمهمات عاديه يعني تسجيل الدخول، استخدام الطاقه، انهاء مهام الرادار، قم بمهاجمه فريق الظلام، تجنيد، يعني نفس المهمات اللي كل حدا. نشوف اول سؤال. تقف مذهولا امام اجمل المظلات في العوالم المختلفه، تلتقط الصورة للذكرى، ادخل نفسك فيها عن طريق الفوتوشوب. طبعا انا ما بؤمن بالعوالم الموازية، بؤمن انه في كون واحد، مستحيل يعني. ادخل نفسك فيها عن طريق الفوتوشوب، الفوتوشوب يوديك يعني يصنع لك مو عوالم موازية، يصنع لك شو ما بدك. مبروك. شوف انا صبور يعني انا شباب انا افكر انتقل على سيرفر 1343، شو تنصحوني؟ السيرفرات 300 وفوق يعني كويسه ولا لا؟ لانه السيرفر هذا اللي انا فيه يعني شبه ميت، يعني ما في ناس كثير، فشو تنصحوني؟ باقي علي شرط واحد ما نفذته لحتى اقدر انتقل على هذا السيرفر. اربع، شوفوا اربع بطاقات اقدر انتقل. تعرفوا ليش اربع بطاقات؟ أربع بطاقات لأنه أنا ما عندي أبطال كثير بالخمس نجوم، ما عندي غير كم بطل من الأبطال السسار طبعا. فشو تنصحوني أنتقل على أي سيرفر بالألف وثلاثمية؟ يعني مو الألف وثلاثمية، يعني فوق الألف وثلاثمية بدي أنتقل عليه. اكتبوا لي بالتعليقات. تمام أخواني، بالنهاية كان هذا فيديونا اليوم. أنا راح أراجع الجدول تبع الإجابات، وراح أعمل حلقة ثانية إن شاء الله. انتظروني بفيديوهات قادمة من لعبة توب وور، والفيديوهات الثانية، المحتويات الثانية اللي انشر عنها بالقناة، يا ريت تكونوا حاضرين وتدعموني باللايك وتشوفوا الفيديوهات لحتى نطور المحتوى بالمستقبل ان شاء الله. وبالنهاية بتمنى لكم طيب الاوقات. كان معكم اخوكم محترف جيمر، والسلام عليكم.